الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما يشاء الله من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، هل حدث شيء ما في مدينة جدة في الأيام التي مضت؟ هل تغير شيء؟ هل شعرتم أن حدثاً مهماً ومحورياً ونوعياً قد حدث في مدينة جدة في الأيام التي مضت؟ هل أحسستم به؟ هل لاحظتم هذا التغير؟ هل تفاعلتم معه إيجابياً إن كنتم قد شعرتم به؟ أم أن هناك من لم يشعر بهذا التغير ولم يدري به ولم يحس به؟ لقد تغيرت جدة أيها الإخوة في الأيام التي مضت، تغيرت تغيراً نوعياً، انطلقت خطوة مهمة وضرورية ومؤثرة ونوعية في سلم التمدن والتحضر وفي عالم القيم. هذه هي الحقيقة. إن مدينتنا أيها الإخوة تتعافى، إن مدينتنا تتحرر من عاداتها، إن مدينتنا تكسر حاجز الصمت وتشعر بمسؤوليتها وتنطلق انطلاقة رائعة. إنني أعني أيها الإخوة القرار الذي صدر من صاحب السمو وزير الداخلية الأمير أحمد، وفقه الله وجزاه الله خيراً وبارك فيه، حينما منع المقاهي والمطاعم والكازينوهات والكافيهات المغلقة من تقديم الشيش والمعسلات لمرتادي هذه الأماكن. هل يمكن أن يمر على أهل هذه المدينة قرار ثم لا يكون له صداً ودوياً؟ هل يمكن أن يتخذ مثل هذا القرار ثم لا يتجاوب الناس معه، ثم لا يتفاعلوا مع هذا القرار ومع تبعاته؟ إننا نعيش منذ أيام نوعاً من الأجواء النظيفة والنقية والصالحة، ألا يمكن أن يكون هذا أمراً إيجابياً نحمد الله عليه، ثم نحمد المسؤول الذي صدر هذا القرار وتحمل مسؤوليته، وهو قرار ولا شك شجاع وجريء، وفيه قوة. وأجمل ما في هذا القرار أن متابعته تسير بشكل رائع وممتاز، وأن أمانة مدينة جدة تقوم اليوم بدور كبير في إغلاق تلك الأماكن التي كانت تشوه مدينتنا وتفسد علينا أجواءنا. وأجمل أيضاً من كل هذا أن قراراً آخر صدر من وزير الداخلية يستفسر ويطلب متابعة ما صدر عن القرار الأول، ويقول: بلغنا أن هناك مقاهي ومطاعم وكازينوهات لا تزال
تقدم الشيشة والمعسل لمرتاديها. أرجو متابعة هذا القرار وإلزامهم بتنفيذه، إنها خطوة رائعة. لقد كنا ننتظر مثل هذا القرار منذ زمن. إن مدينتنا تتعافى، هذه هي الحقيقة. نعم، أعلم أيها الإخوة أن هناك خسائر مالية ضخمة، ويعلم الله أنني أشعر بشعور أصحاب المقاهي والمطاعم وأتألم لألمهم، ولكن المصلحة العامة فوق كل اعتبار. وقد أعجبني أحد المستثمرين في هذه المقاهي حينما قال: طالبت بتأجيل القرار لمدة 3 سنوات، ولكنني حينما قرأت عن أضرار المعسل والشيشة وما شابهها فإنني اليوم ملتزم بهذا القرار ولا أدعو إلى تأجيله. مسؤولية عالية، إنه ضمير المؤمن حينما يتحرك. وكل أصحاب المقاهي والمطاعم بعد المقابلات التي أجريت معهم يقولون: نحن نعلم أن ما نقدمه يضر بالصحة، وأن الصحة العامة تقتضي أن تغلق مثل هذه الأماكن أو يمنع تقديم الشيش والمعسلات في هذه الأماكن، ولكننا نطالب بتأجيل القرار لأن خسائر فادحة ستلحق بنا. أكثر من 3500 مقهى وكازينو ومطعم تقدم الشيشة والمعسلات. يقولون أن 95% من دخلهم يعتمد على الشيش والمعسلات. تخيلوا، تخيلوا أن يحدث هذا في مجتمع محافظ ومجتمع مسلم ومجتمع قيمي. ولذلك الآن يقولون: نحن نشعر أن خسارة فادحة تتهددنا. تم إغلاق أكثر من 500 مقهى مخالف حتى اليوم أو حتى الأمس، أكثر من 500 مقهى. وأنا أقول أيضاً القرار فيه أيضاً تفعيل للقرار الملكي بمنع التدخين في الدوائر الحكومية وفي المؤسسات العامة وفي الأماكن المغلقة، ولم يكن هذا القرار منفذاً. لكن القرار الحديث يطالب بتنفيذ كل هذا، وقريباً بإذن الله يتم نقل كل المقاهي ذات الأجواء المفتوحة مثل مقاهي المطار ومقاهي جنوب جدة وبعض الأماكن التي تقدم الشيش والمعسلات في الأجواء المفتوحة التي استثناها القرار واشترط أن تكون بعيدة عن السكان. أتمنى بإذن الله أن يشملها هذا القرار قريباً، فينقل الجميع إلى خارج مدينة جدة، ويأتي قرار آخر بمنع الشيش والمعسلات والتدخين. ولا يغضب مني المدخنون ولا المعسلون، لكننا نتمنى هذا من أجل صحتهم، ونتمنى هذا من أجل أن يعود الآباء إلى بيوتهم وإلى زوجاتهم وإلى أولادهم، وأن يتحملوا المسؤوليات الملقاة على عواتقهم حينما يخرجون في كل ليلة لممارسة هذه العادة الضارة بالساعة والساعتين والثلاث وإلى آخر الليل، لمجرد أن يتعاطوا ليات الشيشة فيما بينهم ثم يعودوا في آخر الليل لا يسألون عن ولد ولا عن زوجة ولا يعرفون مسؤولية، فهذه كارثة. فجزء من واجب المجتمع ومن واجب الحاكم أن يعيد الناس إلى رشدهم، أن يعيدهم إلى وعيهم، أن يعيدهم إلى بيوتهم وإلى تحمل مسؤولياتهم. إننا أيها الإخوة نشد على هذا القرار ونفرح به ونطالب باستمراره، وإني والله أستشهد بمثل هذا الحدث لأقول: لاحظوا كم تغيرنا، كم تغير مجتمعنا المسلم. لا أعني جدة فقط ولا أعني المملكة، بل أعني العالم الإسلامي. كيف يمكن لمجتمع مسلم يتخذ الله ربا والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا والإسلام شرعة ومنهاجا، ويسمح لنفسه بمثل هذه المقاهي والأماكن التي تباع فيها الشيش والمعسلات ويتم فيها التدخين؟ تغير المجتمع المسلم، نحن بحاجة إلى نهضة أخلاقية وقيمية. أيها الإخوة، يقال أيضا الخسائر
إذا استمر هذا القرار ستزيد عن 3 مليار ريال، 3 مليار ريال، 800 مليون دولار. لكننا نرجو الله أن يعوض إخواناً، فقد استثمروا فيما لا يرضي الله ولا رسوله، استثمروا لأنفسهم على حساب صحة أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا. فنسأل الله أن يغفر لهم أولاً، وأن يعوضهم خيراً، وأن يصرف عنهم الحرام، وأن يمكنهم من تحقيق الأرباح التي يصبون إليها وفق شرع الله. أيها الإخوة، حينما يصدر مثل هذا القرار، لقد سألتكم: هل شعرتم به؟ هل أحسستم به؟ هل تفاعلتم معه إيجابياً؟ إنني سأسأل سؤالاً بسيطاً: هل أبرق أحد منكم إلى وزير الداخلية مثنياً ومشجعاً وداعماً؟ إن هذا القرار يواجه اليوم تحديات. مسؤول مهم في الغرفة التجارية يقول: تلقينا سيلاً من الخطابات من أصحاب المقاهي، ورفعنا تلك الخطابات إلى الجهات العليا لاتخاذ قرار بتأجيل تنفيذ هذا القرار. فأين المجتمع الحر الحي؟ أين الذين لا يريدون لأولادهم ولا لأنفسهم ولا لمجتمعهم أن يقعوا فريسة لمثل هذا؟ هل أبرق أحدنا إلى وزارة الداخلية، إلى المحافظ، إلى أمارة منطقة مكة المكرمة؟ تفاعل إيجابي لنعلن عن تأييدنا وتشجيعنا وفرحنا بمثل هذا القرار. هذا هو دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما يقوم به المجتمع، حينما يقوم به عامة الناس وليس فرداً واحداً. بل حينما تستعصي إحدى الجهات أو يستعصي مقهى، هل نحن على استعداد أن نبلغ عنه؟ أن نتواصل مع الجهات المسؤولة؟ أن نتحدث إليهم؟ هذا أيضاً دور من الأدوار الفاعلة التي ينبغي أن نمارسها. حينما ندخل إلى المجمعات التجارية مع أبنائنا وزوجاتنا ونرى المطاعم، وندخل في تلك المطاعم أو في أماكن الترفيه للأطفال ونرى الذين يدخنون ولا يمتنعون في تلك الأماكن الضيقة، هل نمارس دوراً في الطلب منهم أن يمتنعوا عن التدخين؟ هل نبلغ رجال الأمن في ذلك المركز؟ هل نتحمل مسؤوليات، أم أن كل واحد منا يريد وزير الداخلية أن يأتي بنفسه ليمنع هؤلاء؟ هذا المجتمع يجب أن يتغير وأن يتفاعل وأن يعرف أن دوره الاجتماعي والشرعي يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشتى صوره وطرقه. بل إن هناك في بعض أدوات التواصل الاجتماعي من يقول إن جزءاً من دور المجتمع أن يذهبوا إلى المقاهي والمطاعم التي خلت من روادها ليقوموا بدور المساندة، فيشتروا منها ويطلبوا من القهوة ومن المطاعم ما شاءوا، لأن في ذلك نوع من الدعم والمساندة، وهي درجة أعلى من مجرد الإنكار والشجب والتبليغ، لأن أصحاب المطاعم خسروا. ولا نريد أن نقول لسنا مسؤولين عن خسارتهم، لكن إذا كنت لا تذهب إلا مرة واحدة مثلاً في الأسبوع فاذهب مرتين، وحاول أن تذهب إلى هذه المطاعم. إن هذا هو التغيير الإيجابي الذي نطالب به أيها الإخوة. يجب فعلاً أن نتحمل مسؤوليتنا في أن يبقى هذا القرار، وأن يصمد وأن يستمر، وأن يعرف المسؤولون أن المجتمع يرفض مثل هذا. أيها الإخوة، أظنكم تعرفون جميعاً أن التدخين محرم، ولا يوجد عاقل لديه ذرة من عقل يمكن أن ينكر أن التدخين محرم وأنه ضار وأنه خبيث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل هناك أحد يستطيع أن يقول أن سيجارة واحدة أو أن الشيشة أو أن المعسل هي من الطيبات أو أنها ليست من الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ هذا قول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد يريد أن يلقى الله في لحظات الموت وفي يده لي الشيشة أو المعسل أو في يده سيجارة إطلاقاً، لا أحد يرغب في ذلك، لأنه يريد أن يلقى الله وهو على طهارة ورائحته طيبة. أيها الإخوة،
الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أفبعد هذا لا يزال هناك من يجادل أو يظن أن من المناسب تأجيل سنة وسنتين وثلاث سنوات لمثل هذه الأماكن التي تهلك الصحة وتضر بالأجواء، والتدخين السلبي وهو أن يجلس الإنسان مع مدخنين أو مع من يشيش له ضرره وله نسبة من أنواع الهلاك الذي يعاني منه المدخنون. أيها الإخوة، في كل دقيقة، وهذه إحصائيات عالمية من منظمة الصحة العالمية، في كل دقيقة يموت 8 إلى 10 أشخاص بسبب التدخين. سنوياً يموت 6 ملايين إنسان على مستوى العالم. من المتوقع أيها الإخوة في عام 2030 أن يموت 10 ملايين إنسان سنوياً بسبب التدخين وتوابع التدخين. متوسط معدل المدخنين في المملكة قرابة 13%، ونسبة المدخنين تقريباً يصل في بعض الدراسات إلى 25% من مجموع الشعب. في بعض الدراسات المنشورة والعلمية تقول أن 5 ملايين سعودي يتعاطون التدخين. 5 ملايين، فكروا وسيروا وراء تفكيركم وانظروا إلى أي درجة يمكن أن يصل الإنسان وأن يهلك نفسه. من المتوقع أن يصل عدد المدخنين في السعودية في عام 2020 إلى 8 ملايين مدخن، والمدخن في الغالب هو الذي يشيش ويعسل وربما يقوم ببعض الأشياء الأخرى. عدد المصابين بالسرطان في المملكة بسبب التدخين 10,000 مريض مصابين بالسرطان بسبب التدخين. 80% من المصابين بسرطان الرئة في المملكة من المدخنين. 80% من المصابين بسرطان الحنجرة في المملكة من المدخنين. الدولة تتحمل من تكاليف العلاج لهؤلاء الذين ابتلوا بالتدخين، الفرد الواحد يكلف الدولة من 1,000,000 إلى 4 ملايين للمريض الواحد في بعض الحالات، لأن بعض الحالات تكون مستعصية وتحتاج إلى علاج طبي متقدم جداً. فالمريض الواحد بسبب التدخين يكلف الدولة من 1,000,000 إلى 4 ملايين ريال كان يمكن أن تستثمر في أماكن أخرى. مبيعات السجائر في السعودية سنوياً أكثر من 15 مليار سجارة، أكثر من 15 مليار سجارة، تكلف إلى 600 مليون ريال. خسارة الدولة السنوية في بيع التدخين وممارسته وتحمل تبعاته سنوياً تتجاوز 41 مليار ريال. خسارة سنوية بسبب التدخين وتبعاته ومعالجاته تصل إلى 41 مليار ريال سعودي. أين العقل يا أصحاب العقول؟ وأين السلطة؟ لماذا لا تتخذ قراراً بمثل هذا القرار الذي صدر ويكون أكثر جرأة وأكثر قوة؟ منظمة الصحة العالمية، وهنا يبين هذه النسبة تبين دور الدولة والسلطة، أن زيادة أسعار السجائر عالمياً بنسبة 70% تعني إنقاذ 114 مليون إنسان سنوياً. لو تم زيادة أسعار السجائر بنسبة 70% فإننا بذلك ننقذ 114 مليون إنسان. بعض الدراسات العلمية التي أجريت في المملكة ذكرت أرقاماً، والله إنني أذكر هذه الأرقام على خوف وقلق، ولم أذكر أرقاماً خشية من أن لا تصدقوني.
وأن تقولوا هذه الدراسات غير علمية وغير حقيقية وغير منطقية، فلم أذكر بعض الأرقام خوفاً من ردة فعلكم، لكن خذوا بعض هذه الأرقام ولكم أن تصدقوا أو لا تصدقوا. فمثلاً بعض الدراسات تقول أن 30% من سيدات الأعمال في مدينة الرياض مدخنات، 30% من سيدات الأعمال في مدينة الرياض مدخنات. بالعموم 16% من الطبيبات مدخنات، 10% من طالبات الجامعة مدخنات، 10% من طالبات الجامعة مدخنات، 27% من طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة جدة مدخنات. ترددت هل أقول هذا الرقم أو لا أقوله، هل يمكن أن يصدق أو لا يصدق؟ لا أدري، لكن هذه دراسة علمية أجريت على فئة معينة ونشرت، وأستطيع أن أحيلكم إلى الجهة التي أجرت هذه الدراسة وهي جمعية مكافحة التدخين. 35% من طالبات الثانوية مدخنات، أسأل الله ألا تكون هذه الأرقام حقيقية. يقول بعض أصحاب محلات بيع الجراك والمعسل إن النسبة التي نبيعها شهرياً على النساء تجاوز 15% من عملاء محلات الجراك والمعسل، 15% من النساء. أحد أشهر أصحاب المحلات يقول هناك 100 سيدة يأتون إلى مطعمي بانتظام شهرياً، 100 سيدة، مقهى واحد، 100 سيدة يأتون إلى هذا المقهى بانتظام، ويقول وأنا أعرف هؤلاء السيدات وهن من الجامعيات والمثقفات والمتعلمات. كيف يمكن؟ لا أريد أن أواصل ذكر الأرقام كما قلت لأنها مفزعة ومروعة وقابلة للتصديق أو للرفض، لكنني أقول إنها أصبحت ظاهرة، وإنك لتجد أحياناً في بعض الأماكن من المضحكات لي الشيشة في يد والسبحة في يد إحدى السيدات، كيف جمعت بين هذين لا تعلم. فظاهرة انتشار التدخين والشيش والمعسلات للرجال والنساء وشباب المدارس ظاهرة واضحة وبينة، فلماذا المجتمع يتساهل في مثل هذه القضايا؟ ولماذا لا يكون هناك قرار إلزامي؟ ولماذا لا يتحمل المجتمع المسؤولية؟ لا يجوز بيع من هو أقل من 18 عاماً دخان، وأنا أتحدى أن أي محل يبيع السجائر أنه لا يفرق بين كبير ولا صغير، وأن كثيراً من الآباء يرسلون أبنائهم لشراء الدخان، فلا يمتنع أحد، والقرار يمنع، وهذا القرار منذ سنوات لكنه تم التأكيد عليه مرة أخرى. دورنا، مسؤوليتنا، حركتنا، التواصل مع الجهات المسؤولة، الانتباه لأولادنا، لأن كثيراً من الدراسات تقول أن هؤلاء المدخنين بدأوا التدخين من سن 12 إلى سن 18، ثم بعد ذلك أصبح عادة ومرضاً مستمراً. كيف يمكن أن يغفل الأب عن أبنائه؟ لماذا لا تتحمل مسؤوليتك يا أخي، بدلاً من أن يكون ولدك هذا مريضاً ويعيش فريسةً لهذه الأشياء؟ وكثيراً من المدمنين أكدوا أن بداية الإدمان كانت من سيجارة، ثم الحشيش، ثم ما هو أكثر من الحشيش، ثم الإدمان، ثم ضياع ابنك الذي تعبت عليه وربيته وصرفت عليه. أين مسؤوليتنا في متابعة أبنائنا، في معرفة أصدقاء أبنائنا، مع من يخرجون ومتى يخرجون ومتى يعودون وما هي الأماكن التي يرتادونها؟ لقد تعبنا من ترداد مثل هذا الكلام، البرامج والدورات والندوات والتلفزيون والخطب والمحاضرات تتحدث عن متابعة الآباء لأبنائهم، ومع ذلك تحتل السعودية المركز الرابع على مستوى العالم في التدخين بالنسبة والتناسب. كيف يمكن هذا؟ لماذا تزيد مثل هذه الأمراض والناس يتحدثون ويطالبون بأن يقوم كل واحد من مسؤوليته؟
جهد مشترك بين الدولة وبيننا. فلذلك ينبغي أن نتحمل المسؤولية أيها الإخوة، الأصحاب، الأماكن التي يرتادها الأبناء، التساهل. هذه المقاهي المنتشرة سبب من الأسباب في ارتياد أبنائنا لهذه الأماكن. فأرجوكم تحملوا المسؤوليات، دعونا نعيش أجواء نقية، دعونا نرى أبناءنا يكبرون وهم في صحة وفي قوة وفي خير وفي عافية وفي هداية بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، نحن في الأيام العشر المباركة، العشر الأول من شهر ذي الحجة، وقد قال الله عز وجل عنها: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال العلماء كما ورد عن ابن عباس أن المقصود بالليالي العشر أي الأيام العشر، وهي أعظم الأيام بركة في العام، وهي أعظم من أيام العشر الأواخر من رمضان، ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي الأيام العشر. وهذه الأيام يستحب فيها العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا المجاهد في سبيل الله؟ قال: ولا المجاهد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهي أفضل الأيام ويستحب فيها العمل الصالح. والعمل الصالح أنواع: الصيام والذكر وكثرة النوافل والصدقة وصلة الأرحام والإصلاح بين الناس، بين المتخاصمين، بين الزوج وزوجته والأخ وأخيه والأب وأبنائه، بين الجار وجاره والقريب وقريبه. إنها من أعظم الأعمال. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح من الأعمال الفاضلة، وصلة الأرحام والتسامح والعفو وعدم الركون إلى ما خلفته السنين، إلى ما خلفته السنون من إحن وعداوات. إن الإنسان يجب أن يقبل على الله في هذه الأيام. وأعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام هو الحج. ومن أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام الدعاء والتضرع إلى الله بأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن نتصدق وأن نعطي وأن نصرف وأن ننفق وهم يعيشون هذه الأيام فترة من إقبال الشتاء عليهم، ويعيشون ظروفاً عصية في أماكن شتى من هذا العالم. فأوصيكم أيها الإخوة بالإكثار من العمل الصالح والإقبال على الله عز وجل وإعلان التوبة إلى الله، عسى الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لإخوتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخوتنا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عاجلا قريبا، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، وجوعا فأشبعهم، وظمأ فأروهم، وحفاة فاحملهم. اللهم انتصر لهم، اللهم اكسر ظهر بشار ومن معه، اللهم اقسم ظهره، اللهم فرق بينه وبين من معه، اللهم اجعلهم غنيمة لإخوتنا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك،
اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.